بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه سيارة أوبيل زفيرة، باش نوريكم كيفاش ننجمو نحو البول نتاع الفيتاس، باش نبدلوها ولا باش ننظفو تحت منها ولا باش نزيتو المكان اللي تحت منها بشوية جراس ولا كذا، باش تبدا سهلة. لأني حاولت باش نشوف لقاش يعني شكون خدمها على الانترنت، ما لقيتش في الأوبيل زفيرة بالذات، فقلت فرصة خليني نعمل الفيديو هذا ونشوف، يعني نورو الناس كيفاش تنحى الليفيد فيتيس، البول ليفيد فيتيس، يعني نحيو هذا الواحد ننزلوه لوطا على الآخر شوي بشوي، نحاولوش نقطعوه. هذا راهو الليفي هذي ما تلقاها إلا في الأوبيل. نجيبوا اللوطة هنا، نجيبوا أي نوع أي حاجة، مفتاح زي هذا أي حاجة، ونحاولوا نعطوها ضربات بشوي بشوي. خاطر تخرج كاملة في الأوبيل زفيرة، تخرج كاملة. كاش خرجت في الأوبيل زفيرة تخرج كاملة، إنما الليفي تتنحى من اللوح، البول تتنحى من الليفي. هذه وحدها وهذه وحدها. أنا بوها توا وريتكم باش نحوها كيفاش، هو التركيبة خاطر أنا كنت بنحب نغيرها لكن ما لقيتش أختها. طب باش نعملو زيكاسيون ممكن نركب لوحة أخرى، شوف لأن ما حبيت نوريكم كيفاش تتنحى فقط. للعلم يعني باش في الترجيع الانسان يرد باله، هذه ترجع مكانها، يدورها بشوي بشوي ترجع مكانها، يدورها بشوي بشوي لين تنزل عندها مكان تدخل فيه. هاي شفتها، نعاود نوريها لكم. تنزل ها، تبدا تدور 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 لين تشد مكانها، تولي معاش تدور، تولي ما معاش تدور. هنا عندنا حاجه لازم نفهموها، عندنا هنا لسان لازم يدخل هنا كرجعه، كيف كيف الانسان هذا لازم يدخل هنا، لازم ننزلوها هكا بشوية، ندوروها حتى هي لين تدخل مكانها، وهكا العملية سهلة ما فيها شيء. رجعناها مكانها ونحاولوا نرجعوا هذايا مكان. وثم طريقة أخرى نجم نحوها كاملة بالطريقة هذه، نحو هذه كاملة مثلا ونعطوها ضربات هنا ونخرجوها كاملة. ونشوف هنا عندنا شي حاجه باش نزيتوها، عندنا شي حاجه كيما انا تو هذه عملت لها شويه جلاسه، عملت لها شويه زيت باش تبدا ديما سهله، لان الأوبيل زفيرة فيهم مشكل في الـ في الـ في الليفيد فيتيس الاغلبيه. ونرجعوا مكانها زي ما نحيناها في الاول، نرجعوا هذا المكان نتاعو باش ما ديما زي ما قلت لكم ندوروها هكا بشوي بشوي، ندورها بشوي بشوي وننزلها تدخل مكانها، ننزلها. هذه العملية ما فيهاش حتى حاجة يعني كبيرة اللي هي باش تقلق، عملية سهلة وبسيطة، رغم اللي مش موجودة في الانترنت لكن قلت خلنا نعمل الفيديو هذا وان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.